الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أتم الرضا والتسليم. حياكم الله إخواني وأخواتي مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم افتحوا الأبواب. في هذه الحلقة الثانية سنفتح ملفات عديدة. بلا شك أن الأسبوع الماضي كان مليء بالملفات، أخطرها كان ما سنتحدث عنه بعد قليل، شغل الناس في العاصمة، ثم موضوعات أخرى سنتحدث عنها تباعا. فلنبدأ بموضوعات هذا الأسبوع. سيول الرياض، أي الملفات ستفتح؟ وزارة المالية أم الفساد الإداري أم الأمر الملكي بالتحقيق من جديد؟ المفكر الدكتور محمد الجابري، رثاء ونقد، ولكن بين فكرية العقل ونقد الرأي. سنفتح الباب مع الدكتورة بدرية البشر، الروائية والكاتبة السعودية، حول سكينة الخطاب الديني في السعودية متى وكيف. شيخ جواهرجية جدة جميل فارسي في زيارته لدبي يتساءل لماذا لم يرى الوايتات والحاويات هناك. سؤال يتكرر في هذه الفترة من أهالي جدة، المخيمات الشبابية في عروس البحر متى تغرد من جديد؟ قصة الضرائب في مطار جدة، سؤالات المواطنين حول التعسف والخطوات الجديدة التي لم يكونوا يتوقعوها. حول هذه الموضوعات إن شاء الله سنتكلم إخواني وأخواتي، نرجو إن شاء الله أن تكون الأبواب المشرعة مفيدة ومؤثرة ونافعة وأن تثير حراكا من جديد. فلنبدأ هذه الملفات حول موضوع سيول جدة وأي الملفات التي ستفتح. لم يكن يوم الاثنين يوما اعتياديا لقاطني مدينة الرياض، فالعاصمة السعودية شهدت زوابع وأمطارا لم تشهد مثليها في الأعوام الماضية. من يرى هذه المشاهد تأخذه الذاكرة إلى سيول جدة التي أظهرت لنا ما كان مخفيا. فسيول جدة كشفت للقاصي والداني حجم المعاناة التي يقاسيها الأهالي حينما حلت بهم تلك الكارثة. أما الرياض التي طبل الجميع على ما فيها من بنى تحتية وطرق سريعة ممتدة، وأنها من أفضل المدن السعودية من حيث البناء والتعمير والإنارة والصرف الصحي، كانت أمطار يوم الاثنين خير شاهد على من يقول مثل ذلك. أحياء في شمال الرياض وشرقها عمرها الزمني سنوات قلة لا تكاد تذكر، تعوم ويسبح أهلها في سيل جارف يعطي إجابة كافية عن حال القصور والإهمال، ولسان حال أهل الرياض وساكنيها يلطف الله ويستر، لا يحل بنا ما حل بأهل جدة. لكن لكل مصيبة فوائد، ولعل الفائدة الأعم هي تكاتف الجميع من المواطنين والمقيمين لمساعدة بعضهم، فالكل هب لمعاونة أخيه المسلم، الأمر الذي أمرنا به ديننا الحنيف، وليت التطبيق لهذا الدين يكون عاما في كل تصرفاتنا اليومية وتعاملاتنا مع بعضنا، وليس فقط في الكوارث والنكبات. لبرنامج افتح الأبواب، درويش السيد، الرياض. عزى أمين مدينة الرياض إلى أن السيول التي شاهدناها الآن وهي في مرحلتها الأولى كانت بسبب عدم اعتماد الميزانيات المطلوبة من أجل هذه الحوادث المتوقعة. يعني للمرة الثانية الآن يتكرر نفس السيناريو في جدة. قبل ما تبدأ الحوادث والسيول قيل من المسؤولين في الأمانة، مسؤولين في إدارات الهندسة المختلفة، بعض المهتمين والباحثين، إلى أنه فيه مشكلة كبيرة ستحل بمدينة جدة. لما سارت هذه الكارثة والمقابلات في القنوات المختلفة، كل واحد مسك الملفات وعادها من جديد
وفتحها فقال أنا قلت قبل 5 سنين، واحد يقول أنا قلت قبل 2 شهر، واحد يقول أنا تحدثت قبل بضعة أيام، ولكن لا حياة لمن تنادي. بعد ذلك حصلت سيول جدة، أمين الرياض الدكتور عبد العزيز بن عياف يقول أنه طالبوا وزارة المالية بأن تدفع الأموال من أجل شبكات الصرف، ما دفع إلا قرابة يعني 15% من الحاجة الفعلية المطلوبة، كأنه الحاجة الأساسية لحياة الناس وعافية الناس لم يلتفت إليها أحد. يعني في مشكلة حقيقية بين وزارة المالية وبين الجهات التنفيذية المعنية. طبعا لما يتكلموا الناس بكلمة فساد يبدأ الناس يخافوا، يقول لك يعني إيش تقصد بالفساد؟ إن كنت قصدت والله وزارة المالية، ولا أنت كنت تقصد وزارة أو الإدارات التنفيذية؟ هذا الآن الواقع، نحن طالبنا الناس لكن للأسف لم يستجب أحد لطلباتنا، بل يتكلم بلغة قوية أمين منطقة الرياض، يقول إلى أنه لا قدر الله لو استمرت هذه الحادثة سيول، يعني الأمطار عادية جدا، أكثر من ذلك ربما كانت كارثة مهولة وخطيرة. يعني أيعقل إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد لا يوجد من يفهم ويستوعب هذه النقاط الخطيرة؟ يعني تكلم كتاب الصحف في القنوات الفضائية، المهندسون يعني المميزون، ومع ذلك لم تكن الاستجابة المطلوبة، إلى أن يبدأ أحدهم فيخرج عن صمته فيتكلم ويقول يا جماعة الخير وزارة المالية ما تدفع. لما جاء الأمر الملكي اكتشفنا إلى أن هناك مليارات يعني دفعت إلى وزارة المالية وبالتالي إلى الجهات المسؤولة في البلديات في الأمانة، ولكن يعني شبكات الصرف الصحي لم تكن بالمستوى المأمول. زرنا نحن العالم، زرنا المطارات، زرنا البلدان، بلدان أفقر وأقل إمكانيات، ومع ذلك تأتي تهطل عليه طيور الأمطار، يعني تهطل صباح مساء ولم يحدث لهم ما حدث لنا، وأصبحنا يعني حكاية موجودة في كل مشهد من مشاهد الأمطار. بدل ما يكون نزول المطر يعني ليستبشر به الناس حتى إذا يعني نزل هذا المطر كانت الفرحة، أصبح الناس يخافون من هذه اللحظات. يعني إلى متى سنستمر على هذا الحال؟ فليشاركنا بعض الإخوة المهتمين والمسؤولين، الدكتور عبد العزيز سويغ سفير سعودي سابق كاتب في صحيفة المدينة مشارك في مثل هذه القضايا بالحديث وبالتأثير وبالكلام الواضح والقوي، فليشاركنا في مثل هذه القضايا. دكتور عبد العزيز يا أهلا سيدي، الله يمسيك بالخير والسرور من القاهرة، مساء الخيرات الله يبارك فيك، عسى بس لا تكون عندكم أمطار ويحصل لكم ما يحصل لنا. لا لا الأمور طيبة عندنا الحمد لله يعني. يلا الله يهنيك وهني أهل القاهرة. دكتور عبد العزيز، تكرار المأساة مرة ثانية والخطابات القوية النارية أنه لو استمر هذا الحال ستكون هناك حوادث أضخم وأكبر، أموات لا قدر الله، الميزانيات لا تدفع، برأيك إلى متى سنتبادل أدوار هذه الاتهامات والمواطن في البلد يعيش المأساة ولا قدر الله إلى الآن دماء بعض المواطنين لم تجف من الحادثة السابقة؟ لا شك أن الحادث جلل وكبير وتكراره بالشكل اللي بي يعني من وخاصة في مدن كبيرة زي الرياض وجدة، الإنسان يقول في نفسه وماذا لو حدث هذا في مدن أقل يعني إمكانيات وأقل ميزانيات وأقل دعما من الدولة. أنا بالطبع بتحدث هنا عن انطباعات من خلال مشاهدة عن بعد ربما لما وصل لنا من أخبار نقلتها صحف مواقع أخبار لقطات أفلام صور على الطبيعة شاهدناها على اليوتيوب وغيره. في يعني الواقع أنه ما حدث يعني شكل صدمة كبيرة للناس. العاصمة التي تعتبر واجهة للوطن وقبلها جدة التي هي عروس البحر يعني وتيند المدينة تحظيان بكثير من الدعم. اللي بيتساءل جميعا يعني أنا أتساءل إذا كان هذا بيحدث في هذه المدينتين ماذا عن مدن الثانية؟ المواطن في مناطق عديدة كان يعني المواطنين أنا أعتقد إنهم كانوا مثلا يحسدوا الرياض وجدة على ما ينفق عليها وفيها من أموال وما يقام فيها من مشاريع، لكننا الآن جميعا قلوبنا تدمي لما يدور وما يحدث في الرياض ولما هو حادث من هذه المآسي.